أيها الأخوة الكرام، إذا واحد علاقته مع الله سيئة كيف؟ في عنده شبهات مو واضحة، شبهات معلقة بالعقيدة، وفي عنده شهوات معلقة بالسلوك. فأكبر آفتين يهزان علاقتك مع الله شبهة لم تتضح لك. اسأل يا أخي، الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل، بيقول لك الغرب كفر وفسق وفجور وانحراف وشذوذ وزواج مثلي وتبادل زوجات وخمور ومخدرات وأقوياء وأغنياء، ويتصدرون الشاشات ويقهرون الشعوب، والشعوب من زلزال إلى فيضان إلى قهر إلى اجتياح. هي شبهة كبيرة عنده. فالذي يفسد علاقتك مع الله الشبهات، الشبهات متعلقة بالعقيدة. لكل شبهة جواب مفحم طبعاً. جواب هالقضية هي: واحد معه ورم خبيث منتشر، وسأل الطبيب ماذا آكل؟ قال له كل ما شئت. واحد معه التهاب معدة حاد، أمل الشفاء بالمية 99، بس يحتاج إلى حمية. فإذا كان نحن من نوع التهاب المعدة وفي علينا شدة شديدة جداً لأنه شفاء محتمل مطلوب، نحن بألف نعمة، والباقون في ألف نقمة. الله قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فإذا في شبهة هذه تعرقل العلاقة مع الله.